عودة إليكم من جديد مشاهدينا في القسم الأخير من سيدتي. في المجتمع السعودي ارتسمت صورة نمطية لعمل المرأة في عدد محدود من المجالات كالتعليم مثلا، ولكن رغم ذلك هناك محاولات جدية للعديد من النساء للخروج من عباءة التعليم وتنفيذ مشاريع يمكن تحويلها من المحلية إلى العالمية. طبعا هذا حلم ضيفتنا سيدة أعمال أمل العليان. أهلا بك يا أمل معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيكم. أمل، حأسألك أول حاجة، كيف استطاعت العليان أمل أن تكسر هذا الحاجز؟ كيف يعني باختصار بسيط كيف صرت سيدة أعمال؟ طبعا مو سهل أن الواحدة تكون سيدة أعمال. في البداية طبعا كنت موظفة عادية، اشتغلت في مجالات مختلفة، بس في كل مجال كنت بشتغل فيه ما كنت بعطي نفس الإحساس أنه أنا مجرد موظفة. كان عندي حلم أنه أنا يعني أصير في يوم من الأيام صاحبة عمل معين. طموح أكيد طبعا. فكنت أراقب يعني المدراء كيف بيديروا كيف بيصيروا، نفس المنظمة اللي كنت بشتغل فيها كنت أراقب يعني كيف طريقة إدارة العمل نفسه، سواء يعني كان إذا في مجال المستشفى اللي كنت بشتغل فيه أو في مجالات الثانية بعدها. فمن هنا بدأت أجمع معلومات، بدأت أطور من نفسي في كيف أكون يعني سيدة أعمال، بحيث أني أنا يعني أخذ الشيء المفيد من كل قسم أو من كل مجال عمل أنا اشتغلت فيه. حلو. طيب أمل، يعني هل تتوقع أنه أهلك ساعدوك أن أنت توقفي وتكوني سيدة أعمال؟ دعموك في الشيء هذا ولا كيف؟ أكيد طبعا دعموني نفسيا، يعني كأي أهل في البداية يحبوا أنه يخافوا على بنتهم أو على أولادهم بشكل عام، فالأفضل دائما تكون وظيفة ودخل ثابت وكذا. أنت قلتي لي تحت الهواء أنه أبوك كان خايف عليك. أيوة، فبابا كان خايف يعني كان أنه لا، الأفضل أنه تكون عندك وظيفة تروحي وترجع وكذا، بس في النهاية يعني هم كمان علمونا أنه لما ناخذ قرار نتحمل نتيجة سواء كان سلبي أو إيجابي يعني، والحمد لله يعني بدعمهم وفضلهم أكيد يعني إن شاء الله حوصل للي أنا أبغى إن شاء الله. طيب أمل، دعم المشاريع الصغيرة برأيك أنت مثلا كسيدة أعمال الآن تحب تدعم مشاريع السيدات أم مشاريع الرجال، أو حسب أنه حسب المشروع إيش اللي ممكن ينجح؟ لا شوفي، هو إحنا ما نقدر يعني نصنف مشاريع نساء ولا رجال، لأنه في النهاية كل شخص سواء يعني أنثى أو ذكر بيكون لهم طموح معين. أكيد طبعا. فبس إحنا عندنا يعني مجالاتنا محدودة بالنسبة للبنات، يعني أكثرها بتكون يا في التعليم يا في المشاغل. صحيح. يا في الطبخ اللي في البيت يعني كب كيكس والأشياء هذه. في بنات في عندهم عقليات إنه ممكن يطلعوا بأشياء غير يعني المألوفة والمتعارف عليها، ليش ما تندعم هذه المشاريع والأفكار؟ في بعض البنات عندهم الأفكار بس ما عندهم القدرة إنه هم يعني ما في يحققوا يعني. أيوة، القدرة المالية على تحقيق هذا المجال، أو تكون عندهم الفكرة بس ما يعرفوا كيف يعني ينفذوها، يحتاجوا إلى توجيه يعني أكثر. ففي يعني في مجالات مختلفة، والموضوع هذا يخص الاثنين يعني البنات والأولاد. بس يعني أنا كيف هتدعمي؟ لا أنا ما أقدر أدعم يعني الآن من الناحية المادية، بس يعني ممكن يعني الدعم يكون معنويا، إنه يبدأوا يبحثوا هم عن جهات اللي ممكن تدعم المشاريع حقتهم أو الأفكار هذه. يعني حاطي مثال بسيط مثلا للمطعم عندي، في البداية ما كان في يعني جهة داعمة له، وكان مجرد فكرة، وحاولت إنه يعني إن أنا أكبرها. وفي البداية الفكرة كمان كانت يعني غير إنه الأكل ما كان موجود، وإنه هذا كنت بأخذ أشياء وحاجة حتضحك عليها من فيسبوك. أوكي. في لعبة كانت في الفيسبوك اسمها كافيه، فكنت دائما ألعب فيها وأحاول إنه أنا يعني أقتبس منها معلومات إنه كيف أنا أكن يعني أدير المطعم هذا، كيف أسوي وكيف أطور منه وأعمل. فممكن شيء بسيط ما يعني أي شيء، بس يحول لك الفكرة بمجرد لعبة بسيطة إلى حقيقة. يعني أنا ابني بيلعب اللعبة هذه ممكن بعدين يفتح مطعم؟ الله أعلم، ممكن، ليش لا. طيب فكرة أنه أنت مطعمك تحوليه من المحلية للعالمية، هل ممكن؟
فعلا هذا اللي حصل. طبعا احنا يعني زي ما انتم عارفين انه الاكلات الحجازيه او الشعبيه اللي في السعوديه موجوده بكثره في المملكه يعني. لكن لما بدات انا هنا في دبي وبدات اعرف الناس صاروا في يعني حتى من مختلف الجنسيات بيجوا على المطعم وبيشوفوا كيف ايش الاكل، ويعني كانوا متوقعين احنا ما عندنا غير اكلات معينه يعني. ومن هذا المكان يعني قدرت اتوصل لمجموعه في اوروبا، وبالاضافه الى انه الان بداوا هم بتصير او اسسوا شركه تحت الانشاء ما زالت مع سيدات اعمال سعوديات، على اساس انه هم يعني يتبنوا المشروع حقي ويحولوه مش لمجرد عالميه، لانه يكون فرانشايز مو بس في الخليج مسجلة. بتكون ماركه مسجله. فان شاء الله يعني يكون الدعم زي ما انا متوقعته، وحتى يعني فكرة المجموعة هذه انه مش بس يدعموا ماديا او هذا، ممكن انا عرفت ان انت حتكوني عضوة في المجموعة هذه. صحيح صحيح. طيب ايش اهداف يعني حنقول الشركة هذه كيف بتدعم او ايش كيف اسلوبها؟ في لها اكثر من طريقة يعني، مش بس دعم المشروع بالمادة، ممكن يكون في سيدات اعمال عندهم او في يكونوا سيدات عندهم راس المال بس ما عندهم القدرة ان هم يفتحوا مشروع، ما عندهم فكرة، ما يعرفوا يديروا كذا. فكرة المجموعة هذه انه تشغل الثروة حقت السيدة بأنها تكون رأس مال تستثمر في مشروع مثلا لإنسانة مبتدئة عندها فكرة. الشركة هذه بتقوم بالدراسات معينة، هي اللي بتقوم بالدراسات وبتقول لسيدة الأعمال أو صاحبة المال هذا اللي ما هو مشغل إذا كان المشروع هذا مربح أو لا، يعني بيكون مستشارين لها وللنفس الصاحب فكرة المشروع إنه كيف يقدروا يطوروا. كمان بتكون في جهات بتدرب يعني السيدات أو نفس السيدة اللي هي بتشتغل وعندها فكرة، ممكن يدربوها كيف طريقة الإدارة، كيف كذا كيف كذا، يطوروا يعني مهما كان إحنا محتاجين لهذه المؤسسات. وفي نفس الوقت حتى سيدة الأعمال أو السيدة اللي ما تبغى تشتغل وما تحب تشتغل يعتبر المشروع هذا كأنها محفظة، بدل ما هي مستثمراها مثلا في بنك حاطة في أسهم معينة ما تعرف إيش اللي بيصير وإيش اللي بيدور في المحفظة، هذه لا بيكون لها أكسس معين إنه تدخل على نفس المشروع. طبعا عن طريق ناس متخصصين برضو من بريطانيا انه هم يعني يدربوا السيدة هذه كيف تقدر تشوف يعني ايش مستجدات العمل المشروع، كيف صار، فين وصل، ايش اللي صار، تتابع فيه. جدا المشروع رائع واتوقع له فعلا النجاح، يعني لانه احنا فعلا نقصنا يمكن مؤسسات تعتمد او تمسك سيدة الاعمال من بدايتها. طبعا احنا نتكلم على سيدة اعمال بتبدا شغل يكون فعلا مربح. بالضبط، فهو ما هو بيخدم جميع الأطراف مش بس سيدة أعمال ولا هذا، بيفتح مجالات كثير يعني، حتى بيعلم كيف الحسابات كيف كذا كيف كذا، والقائمين على العمل هذا إن شاء الله إن شاء الله إنه يكون نسائي بحت يعني. إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق. سيدة الأعمال أمل العيان، أهلا وسهلا فيك معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا انتهت هنا متابعينا، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في إن شاء الله الخميس بكرة إن شاء الله على الهواء. شكرا جزيلا لمتابعتكم.